لا صوت يعلو هنا فوق هدير المدافع وأزيز الطائرات، حيث الجيش الوطني مسنودا بطيران التحالف يواصل عملياته ضد جماعة الحوثية الإنقلابية وقوات الرئيس المخلوع. الآن في استكمال التجهيزات وإعادة الترتيبات وتشكيل القوات للتقدم نحو نقيل غيلان ونحو مسورة وبقايانهم. يبدو مسرح العمليات العسكرية في اتساع مستمر، فمن مناطق ملحة والحولة والنعيمات ونخلة مرورا بالمدفون شرق نهم وتبة القناصين وحتى الطلعة الحمراء، جميعا مناطق باتت تحت سيطرة الجيش بعد أن كانت تشكل حزاما أمنيا تستند إليها الميليشيا في إعاقة تقدم قوات الشرعية. نحن الآن نسيطر على الحزام الأمني الذي كان يراهن عليه الحوثيون الممثلة بالنعيمات. مع اشتداد القتال يلحق أفراد الجيش الوطني الخسائر بالميليشيا التي يفر عناصرها مخلفين وراءهم العتاد والمواقع واحدا تلو الآخر. بعد استعادة عدة مناطق من أيدي الميليشيات الإنقلابية خلال الأيام القليلة الماضية في عملية أطلق عليها الجيش التحرير موعدنا، يواصل أفراده خوض القتال على أكثر من اتجاه بغرض تحقيق المزيد من التقدم نحو العاصمة صنعاء. خليل الطويل، قناة بلقيس.